شملت البعثة الأمنية والتوعية التي يقودها الجنرال علي أحمد عقبش عدة قرى في محافظة لاكيرو، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والهدوء والاستقرار في هذه القرى بعد الأحداث الأخيرة. ففي قرية هولباي التي تبعد عن مدينة كيابي ب 35 كيلومتر، تم وضع مركز أمني للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وكشف المتفلتين الذين يبثون الرعب وزعزعة الاستقرار في القرى والفرقان. كما شملت الزيارة كل من قرية بالي وكاجا وكاندا، حيث عقد الوالي لقاء توعويا مع المواطنين حثهم فيه على نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي وقبول الآخر. وشدد الوالي في هذا اللقاء أنه لا يسمح أبدا للمتفلتين ببث الرعب والقتل والدعاية المحرضة للعنف بين المزارعين والرعاة. الأمن والهدوء عاد إلى هذه القرى، حيث بدأ المواطنون يمارسون نشاطهم اليومي. وأكد مسؤول السلطة التقليدية لبالي أنه سعيد جدا لحضور قوات الدفاع والأمن إلى المنطقة. وواصل الوالي جولته الأمنية والتوعوية، حيث شملت أيضا مركز رورو، حيث التقى مع أصحاب المواشي ومسؤول الفرقنة في المنطقة، وأكد لهم أن جولته تهدف إلى التعايش السلمي وقبول الآخر واحترام سلطة الدولة. وقال إن الحكومة هي الجهة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها في حالة اعتداء، وأنه لا يسمح لأي أحد أن يأخذ حقه بيده. نفس الرسالة قدمها في مركز سينغاكو والقرى التابعة له. واختتم والي ولاية الشارع الأوسط الجنرال علي أحمد أقبش جولته بلقاء موسع في مدينة كيابي مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وممثلي السلطة التقليدية والشباب والمرأة. دعاهم جميعا إلى نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي، وأكد لهم أن قوات الدفاع والأمن حاليا منتشرة في كل أراضي محافظة لاك إيرو لبسط الأمن والاستقرار. بصورة عامة، الهدوء والأمن والاستقرار عاد إلى ربوع محافظة لاك إيرو.